يا مساء الخير ويا مساء النور، يا اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد. الفيديو اليوم حنتكلم لكم على الشاي الرهيب دوت. انا اخذته من ايهرب، بصراحه اول مره اجربه بس طلع فظيع. طبعا العلبه بتيجي زي كده، بيكون فيها عده نكهات. عندنا نكهه التوت والخوخ، وكمان التوت البري والبلوبيري، وكمان الكرز. بصراحة أنا استخدمت كذا نكهة، طبعا كل نكهة بيجي فيها 3 أكياس زي ما انتو شايفين. بالنسبة لكل كيس في 3 حبات، من أروع ما يكون. أنصحكم أنكم تجربوا، فعلا في متعة كثيرة. هذا بتاع الكرز، عندي ده بتاع التوت، نكهة مختلفة، كأنك بتشرب شيء بيديك طاقة وانتعاش. عندي ده بتاع البلو بيري، أنا استخدمت البلو بيري واستخدمت الخوخ.